ولا يا بكر، عمال تقول لي لما يجي لما يجي، اهو جه اهو. معاكش هنا؟ عايز ايه؟ هبش ده حلو ولا عيب؟ اتفضل يا سيدي، ما تهونيش في القدح بعد كده. يخرب بيتك، ده انا ما عرفتكش. ازيك يا شعبان؟ ازيك يا ابو الفوارس؟ ازيك يا ادم؟ ايه العربيات الحلوه دي؟ تحب تجرب؟ ايه مش خايف عليها؟ لا تدش يا عم ولا يهمك، في غيرها وغيرها. مش عارف اقول لها متين. دلوقتي يا كابتن عايزين نلعب. انتوا لسه بتلعبوا اللعبه المهببه دي؟ مين؟ كابتن شعران؟ ما بتجيش في التلفزيون ليه؟ تعال العب معانا شويه. خلاص بطلنا، كان زمان. ازيك يا كابتن شعبان؟ ازيك؟ خلاص بقى انت وهو. يلا العبوا. انزل يا ابني تدشدش. ولاد حرام يا اخي. لا وحياة امك، ده ابن حلال مصافي. ابنك؟ في الكرة مفيش نص نص، يا اما تبقى فوق والناس تهللك في الشوارع، يا اما تبقى عادي بقى واي كلام. وانا الحته دي كانت وجعاني قوي، قلت لنفسي على ايه؟ خدتها من قصرها وخرجت قبل ما يستغنوا عني. لكن انت بقى لو كنت فضلت في النادي كان زمانك بقيت نجم مصر كلها. انت ايه اللي حضفك على الحاره النهارده؟ جاي ابيع بيت العيله. انت عارف حته بيت خيبان بقيت جاي عشان يجي خمس مرات. ابوك ازاي؟ عشت، وانا من قبل ما يموت ما جيتش الحاره. حاولت اخده معايا المهندسين يشم شويه هوا نضاف، مرضيش. الله يرحمه كان غاوي فقر. اه في ناس كده. المهم انت بتشتغل في ايه دلوقتي؟ عندي اجنس عربيات في وسط البلد. يا ابن اللذينه. وانت؟ يعني مش عبولة شغال في مصنع. طب ما تيجي تشتغل معايا. اه مالي. انا بتكلم جد. ايه يعني؟ هتشغلني في ايه؟ اي حاجه مش مهم. تقف في الاجنس، تسافر بره، تجيب عربيات، قطع غيار. اه كله ماشي. قلت ايه؟ افكر يا شعبان. هتفكر فيا يا راجل. خد الكارت بتاعه اهو وعد عليا واحنا هنتفاهم، هتنبسط قوي. ده انا برضه شعبان بتاع زمان. فاكر ياد ايام الترسانه والاشبال؟ كانت ايام حلوه والله. وكمان عملت كروت يا شعبان. ده انت بتسوق زي الجن اهو. مش هتقدر تغمض عينيك.